السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في درس جديد المنشور القائم والأسطوانة القائمة 2، والذي سنتعرف من خلاله على طريقة حساب المساحة الجانبية والكلية لمتوازي المستطيلات والمكعب والمنشور القائم والأسطوانة القائمة. إذن أعزائي التلاميذ، نتعرف أولا على قواعد حساب المساحة الجانبية والكلية للمكعب. لدينا المكعب طوله حرفي 4 سنتيمتر، احسب مساحته الجانبية والكلية. إذا كما تشاهدون أمامكم هنا مكعب طوله حرفه 4 سنتيمتر، ونعلم بأن المكعب جميع أحرفه متقايسة ومتساوية، كما أن للمكعب وجوه متقايسة على شكل مربعات. إذا المساحة الجانبية surface latérale تساوي A في A في 4، الحرف في الحرف في 4. إذا تابع معي تطبيق عددي SL surface latérale تساوي A في A، قلنا A تساوي 4، 4 في 4 في 4. جيد. إذا المساحة الجانبية surface latérale تساوي 64 سنتيمتر مربع. إذا هذه هي المساحة الجانبية لهذا المكعب. جيد. إذا ننتقل للمساحة الكلية surface latérale، عفوا surface total. surface total تساوي كذلك A في A في 6، الحرف مضروب في الحرف مضروب في 6. تطبيق عددي ST surface total تساوي 4 في 4 في 6. جيد. ST تساوي 96 سنتيمتر مربع. إذا هذا بالنسبة للمساحة الكلية، إذا جد بسيط. إذا المساحة الجانبية تساوي 64 سنتيمتر مربع، والمساحة الكلية تساوي 96 سنتيمتر مربع. إذا ثانيا متوازي المستطيلات، أبعاده على الشكل التالي: طوله 6 متر، عرضه 3 متر، وارتفاعه 2 متر. كما تلاحظون هذا هو متوازي المستطيلات، طوله 6 متر، العرض 3 متر، والارتفاع 2 متر. بالنسبة للمساحة الجانبية، القاعدة surface latérale est égal pied de base محيط القاعدة ضرب الارتفاع. لدينا هنا القاعدة على شكل مستطيل، لأن كما نعلم بأن جميع وجوه متوازي المستطيلات هي على شكل مستطيل أو مستطيلية. إذا قلنا محيط القاعدة ضرب الارتفاع. نعلم بأن لحساب محيط المستطيل نقوم بجمع الطول والعرض وضربهم في 2. إذا كما تلاحظون القاعدة الطول زائد العرض ضرب 2. إذا SL surface latérale تساوي تعويض، أو سنقوم بتطبيق عددي 2 ضرب الطول 6 زائد جمع زائد العرض 3 والارتفاع 2. SL تساوي إذن 2 في احسب ما بداخل الأقواس، أولا 6 زائد 3 9. إذن SL تساوي surface latérale أو المساحة الجانبية تساوي 2 في 9 18 في 2 36 متر مربع. هذه هي المساحة الجانبية. ننتقل للمساحة الكلية. إذا المساحة الكلية قاعدة surface total تساوي يتيغال surface lateral plus surface du base مساحة القاعدة ضرب 2، أو نقول مساحة القاعدتين. لدينا كذلك كما قلنا سابقا القاعدة على شكل مستطيل، ولحساب مساحة المستطيل القاعدة الطول في العرض، وهنا نريد محيط القاعدتين. إذا محيط القاعدة ضرب 2. تطبيق عددي كذلك. إذا المساحة الجانبية 36 متر مربع زائد الطول في العرض 6 في 3 ضرب 2. إذا ST تساوي
36 زائد 6 في 3 18 في 2 كذلك 36. إذن المساحة الكلية تساوي 72 متر مربع.